أعزائنا متابعين برنامجكم فاضي أشغال منرحب فيكم بحلقة جديدة وموضوع جديد حلقتنا اليوم عن مهنة صار فجأة الكل يتمهنها ويمتهنها وينصب حاله مديرها وموزعها ومتكلم فيها بدون أي اعتماد من أي جهة رسمية أو حتى غير رسمية طبعا مهنة مهمة جدا لدرجة أنه إذا استخدمت بطريقة غلط ممكن تهدم بلاد وحضارات والكل بوقف على تلها ومش عارف شو يلي صار حلقتنا اليوم عن الشعب الاعلامي، يعني مولد الاشاعات وناشر الخرافات. اهلا وسهلا فيكم متابعينا في برنامجكم فاضي اشغال، البرنامج اللي تخطى الحدود الجغرافيه والحدود الاجتماعيه والحدود الطبقيه ووصل نجاحه لابعد مما كنت اتخيل، فاصبح البرنامج الاكثر مشاهده في العالم لدرجه انه نخبه من اهم الشخصيات في العالم بتابعونا وبستنونا كل اسبوع. أنا الصراحة ما كنت مصدق أولها ولكن لما شفت بعيني اقتنعت أنه إحنا ماشيين والحمد لله مية بالمية صح شو اللي مش مصدقه؟ يعني أنت الظاهر خالد ما حكالك؟ يعني شو فيه ما بعرف ولا شيء بس في كوكبه من السياسيين باعتين <applause> لهيك والشخصيات باعتين لنا شوفي الفيديو لحالك تعرفي كوكبه الفيديو لو اوكي سمعت. اه كوكبه <applause> Raj, Jeremy in here. I'm so happy for you. I'm a huge fan of yours. Wish you all the best, mate. Ah, alaikum. Rijay, Never miss an episode. Congrats to you too, tomorrow.: Hi, Rijay. I am a big fan of yours and never miss a Thursday. Let's make comedy great again. Shufti? Shufto, Shufti, shufti. I don't know Eh? Why are يعني هلا بس يعني انت مصدق انه انا ما بعرف يعني ورجاني اياهم خالد وحكى لي انه بده يعمل فيك يعني فيلم هندي على الهوا اه يعني اللي صار هذا فيلم <applause> <applause> طبعا هو خالد اللي عملهم اولا وشرح لي بس ما بعرف يعني ما فهمت بس حكى لي اسمه ديب فيك امم <applause> <applause> بتعرف عن الديب فيك شيء؟ هلا يعني اقول لك شغله هو ديب فيك وجرافيكس وكل شيء عمله على تليفونه كله كله على تليفونه يعني باختصار انتم رفعتوني للسماء ورميتوني رميه يعني ماشي ماشي يا خالد انا بعد الحلقه انا بتفاهم <applause> معك حسابك عندي ماشي <applause> لا تعليق بس بهالعمله صراحه انه جابها جول لانه هي في صميم موضوع حلقتنا بتعرفي <applause> شو هو الديب فيك هو طريقه رقميه بتتعدل فيها مقاطع الفيديو او الصور او حتى صوت زي ما شفنا بهاي الطريقه تقدر تخلي أي بني آدم في العالم يحكي أي إشي بدك إياه تخيلي صراحة إشي بخوف يعني والله إشي بخوف يعني بس الفيديوهات اللي شفناهم بتقدر تميز إذا كان مفبرك أو معمول ديب فيك أيوة هلأ تنسيش إنه هدول معمولين على تطبيقات بالتلفون وبلاش <applause> انت تخيل اذا اشتريتيهم واستعملتيهم بطريقة احترافية ومنزلين على يعني بي سي واشياء زي هيك تخيل الامكانيات والحرفية اللي ممكن تتيحها لك برامج اه زي هيك يعني ممكن فعلا تخلي اي حدا يحكي اي شيء بدك اياه صراحة يعني صراحة آه ايش ليش انا سمعت سمعتها سرطان <applause> لا على فكرة انت هيك ما عندك مشكلة في <applause> السماع اوكي طيب ماشي <applause> فاحص, اه زي فاحص فاحص ونواحص, ونواحص <applause> هلا صار الواحد يخاف صراحة يصدق أي شيء يعني يا رجائي ما بعرف شو ممكن أخبرك بس عشان هيك لازم إذا بدنا ننشر أي خبر لازم نتأكد منه من مصادره عشان فعليا صار الواحد صعب يميز شو الصح وشو هو الغلط ولا لا بالضبط عشان هيك أعزائنا متابعينا يعني يتجدد لقائنا كمان مرة لمناقشة أشياء ما إلها فايدة أو سبب أو أي قيمة على أرض الواقع في مواضيع جادة جدا إلها تأثيرات كبيرة على حياتنا ومسيرتنا وتوجهاتنا كمجتمع على صعيد محلي واقليمي ودولي يعني شايف علي؟ م. بحكي لك انا كل الاشياء المهمه عندي <applause> ما شاء الله دولي قلت لي اه واقليمي اقليمي طيب يعني موضوع اليوم صعب جدا التعامل فيه يعني ولا لا؟ والله شوفي اللي بدي احكي لك اياه من كل قلبي انه موضوعنا اليوم عن جد موضوع صعب جدا التعامل معاه يعني اذا سكرنا الموضوع وقفلنا بقفل مصدي قديم ورمينا مفتاحه بدون مداليه كمان في كومه مفاتيح مصدي وزتناهم كلهم في قاع البحر بصدوا كلهم مع بعض بسلام ويا سلام على الشخص اللي بيعمل حاله اعلامي مخضرم طبعا اللي في نظر نفسه عاش وجرب كل شيء واستنبط كل المعلومات وامتصها من خلال تجاربه اللي ما بتطلعوا برا دائره نص قطرها يعني اكثر من 20 كيلو متر أه بس لكن هو طبعا الاعلم بكل الاخبار والقرارات والمؤامرات الخفيه والظاهره ضده أه وضد دائره معارفه على الفيس والواتس أه مع اثباتات وحقائق مفبركه على قد تفكيره. يعني معقول هيك لهي الدرجه انت بتتخيل الناس اللي بنشروا الاشاعات؟ ها. والله اه لانه هم لا عندهم مبدا يشتغلوا عليه ولا هم فاهمين الاثر اللي ممكن يتركوه ولا لهم مصلحه غير انهم يعملوا ترند انا هيك بشوف. هلا 100% هي قصه الترند بس يعني طيب قبل ما نغوص اكثر في هذا الموضوع ونحكي اكثر يعني انا حابه بس نذكر كل اللي بيتابعونا عن جوائز اليوم. جوائز اليوم جوائز اليوم عندنا جوائز قيمة جدا أول إشي طبعا عنا كرتونة المنظفات اللي بتحتوي على كل ما يحتاجه المنزل لنظافته الشخصية بالإضافة لماكنة إسبريسو تحت شعار إسبريسو اختار قبل ما تنظف الدار ماكنت <applause> الإسبريسو <تصفيق> <تصفيق> هاي يعني طيب ما كنت الاسبريسو وكرتونه الموظفات يعني طب لك بالاسبريسو انت بسم الله لا يا اه يا رجائي الكبر عبر <تصحيح> الكبر <تصحيح> عبر هلا اعزائنا بدي منكم <آتصطين تصحي> تعرفوا شغله كثير منيح عشان انتم بتتابعونا عشان رح نحكي لكم كمان شوي شو راح تعملوا عشان تقدروا تربحوا جوائز الحلقه لليوم زي ما انتم شفتوهم <تصفيق> مش... <تصفيق> على سيره موضوعنا اليوم عن الشعب ال الاعلامي عندي قصه بدي احكي لكم اياها بعنوان الشعب الاعلامي استاذة تمارا الدنيا مساء الله يمسكك بالخير <applause> اهلا وسهلا فيك <تصفيق> <تصفيق> لازم أنا أبلش القصة بهذا الجو اللي بحسسني أنه مثلاً هيك نحن قاعدين يعني مش مش في جلسة عمل رسمية مش مهم بس أنا خوف الله تكون هاي القصة لا القصة هي مهمة جداً يا ستي العزيزة <م> في يوم من الأيام وما علي إيش وما بطولة السيرة <تصفيق> <تصفيق> في يوم عادة آه. في يوم من الأيام كان عندنا تصوير في إحدى المحافظات التصوير كان ليلي حلو خارجي طيب <applause> <applause> اكمل الفراغات الاتيه فالمشهد <applause> يتطلب انه بيجي الفريق وزي ما بيحكوها بفرشوا الاضاءه مشهد هيك بخارجي وكذا بيعبوا الدنيا اضاءه والى اخره أه بالاثناء هاي عبال ما بلشوا يعني يتستوا في الاضاءه والحركات تبعتهم ضوى الجبل اللي احنا كنا عليه اوكي آه ما يعني ما بعرف ما بعرف آه شو اللي خلى اه اللي فهمته بعدين فهمته بعدين ان طلع مثلا في جروب للواتساب للمحافظه هذيك عليه زي ما تقولي اكثر الفاعلين آه في تلك المحافظه فقرروا او واحد قرر انه ينشر الصوره انه هذولا عم بيطلعوا ذهب من ذلك الجبل هيك لحاله قرر؟ اه اللي هو احنا اللي احنا فريق تصوير يعني طيب طبعا ربنا ستر انه معانا ايش؟ 15 آه شرطي يعني عنصر امن من الشرطه فطبعا الناس اجوا معهم عائلاتهم طنجرة مقلوبة وكذا بدهم جايين يتفرجوا على الذهب حلو أنا في البداية صراحة ببساطة قلت يا الله معقول كل هذول جايين عشان أما شو حظك لازم أخبر الناس كلها عن حظ رجائي آه الحمد لله بمسك الشغلة بتطفي الله يسعدك يا رب الله يخليك فهلا القصة ما قصت هون طيب القصه ما خلصت هون هلا م. التبريرات المتتاليه كانت اجمل شيء لانه بفتره التصوير م. كانت هي نفس نفس الفتره اللي صار فيها اضراب المعلمين وكذا فالاشاعه اللي طالعه عندهم قال انه احنا جايين نطلع الذهب عشان يصرفوا فيه حلوا مشكلة المعلمين تسألنيش لا بتمزح انت المهم فاجوا على الشرطة والشرطة حكت لهم هاي معانا تصريح يكون معانا تصريح وكذا م. وكذا والشرطة حكت لهم روحوا ما روحوا لحد ما اقتنعوا على مضض طبعا ما اقتنعوش باللي احنا بنعمله حسبي الله وما حسبي الله واخذوا المقلوبة والاشياء يعني والاطفال انتو. اللي معهم وروحوا م. بلشنا نصور ففي عندنا مشهد انه في واحد بيموت اوكي وبتعرف يعني مشهد واحد موت مشهد يعني اوكي <applause> 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 فمات <تصفيق> بالمشهد كم <applause> تدفنوه فواحد من يعني من الاكستراز الموجودين ساكن في نفس المنطقه فقرر انه يمزح مع الناس فصوره بعدها يعني انه مشهد <applause> جميل يعني تداولوا على نفس الجروب اللي, اللي فيها هذلاك الناس فطلعت إشاعة ثانية بنفس اللحظة إنه هيهم بلشوا يطخطخوا ببعض عشان ول 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 طب من وين نفس الطنجرة المقلوبة ونفس الناس ونفس الولد الصغير إجوا هم وعالوا يتفرجوا على الميت طبعا أي ساعة كانت؟ أربعة الفجر لا بتمزح أنا بدي أقول لك وحدة أربعة الفجر مع الأولاد مع المقلوبة مع كله أهم شيء صفط المقلوبة اللي بحكي لك عنه طبعا ربنا سترنا إنه كان في دورية وعناصر أمن وطبعا معانا تصريح من كل الجهات يعني هم مش مقتنعين انكم عم بتمثلوا وعاملين مشهد وهيك آه انا في عندي مشكله هلا بديش اشد عن موضوع الحلقه بشكل عام موضوع التمثيل بخدوع عنا جد كثير يعني اسمه تمثيل يعني م. اسمه تمثيل <تصفيق> تمثيل <تصفيق> اه هو تمثيل يعني م. هو مش واقعي وبصير في مبالغة, مبالغه وبصير في مبالغه وبصير في كذا م. هو تمثيل يعني هو ملوش علاقه في الواقع هلا هذا موضوع ملوش علاقه بالموضوع الاولاني نرجع للموضوع الاولاني اللي هو انه شفتي قدرتهم على اختلاق قصة كاذبة أو إشاعة وبصدقوها وجايين يتصوروا معها. تخيل صراحة، بس هذا الحكي منه كتير بس على مستويات. هلا لا شك لا, لا شك إنه الحكي على مستويات بس أنا بقول لك اللي صار معي أنا. للصراحة القصة غريبة جدا 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 وبتفهمش شو المبدأ منها للحقيقة. آه يعني إنه في حدا هيك بينشر أخبار. أنه يعني إذا في فايدة لأي حدا أصلاً أنه يعرف زي هيك قصة مثلاً أو يعرف زي هيك أنا بتخيل شاعة. أنا بتخيل أنه هذا واحد إجا كم من لايك وشير وكبر راسه لأنه صار في وجهة نظر نفسه فهمان وبجوز كم من واحد من اللي حواليه يعملوله لايك فصار له نظرة بينه وبين نفسه نظرته الإعلامية وإنه هو مصدر فاعل في نشر الخبر يعني انت برايك انه كل الموضوع هو الشعور انه هو شخص مهم ويلاقي قبول من الناس اللي حواليه يعني فعلا من اللي عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي رجائي في منه يعني في كثير ناس بتحس من شكل حساباتهم انهم ممكن يعملوا اي إشي عشان زي ما انت حكيت الترند والله يا تمارا عن جد التكنولوجيا اللي بين ايدينا مش بس فادتنا بكل اه نواحي حياتنا بس برضو بينت للاسف شويه امراض كانت موجوده يعني في ناس بيحكي انه خلقت امراض انا بشوفها لا هي الامراض موجوده بس هي بينتها عند شويه ناس هيك مخفيه وموضوع بحس انه شائك وبتطلب منا نقاش اكبر وموسع عشان هيك انا طلبت استضافه احد الاعلاميين اصدقائي عشان نغوص اكثر في هذا الموضوع لكن بعد الفاصل مية بالمية طبعا رح نطلع بالاغنيه ولكن بدي اذكركم انه رح نفتح خطوط الاتصال حوالين الساعه 8 زي ما عودناكم عشان تقدروا تشاركونا انتو بقصصكم وبمواقف صارت معاكم عن اشاعه او عن حدا عامل حاله اعلامي عشان تدخلوا على السحب على جوائز اليوم رجعنا <تكلمة> لكم أعزائنا المشاهدين أعزائنا المستمعين مع ضيفنا لليوم وهو إعلامي ومذيع صاحب ضحكة مميزة جدا جدا على الهواء وطبعا غني عن التعريف فهو مذيع راديو أردني بالإضافة إلى كونه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يا اهلا وسهلا الله يسعد مساك رجائي يسعد مساكي تمارا اهلا وسهلا فيك يسعد رجل. مسا كل مشاهدينا اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا على يعني عمان تي في آه التلفزيون الزميل مبسوط جدا بوجودكم مبسوط نورتا. جدا بهاي الاجواء بالاغاني يعني انا لسه عم بحكي لرجائي انه الاغاني رائعه وبتجنن وشكرا على هاي الاستضافه بس انا بحبش كلمه اعلامي راح نحصلك قبل الاعلامي <applause> راح نحكي فيها كثير <تصفيق> <تصفيق> حضرين لك فيديو خلينا نشوف يلا اوكي خلينا نشوف يلا لا. لا. <أتصفيق> <تنكي. سيش> يعني يعني بصير انا اقول له اول شيء طبعا اهلا فيك معنا على هوا عمان تي في واكيد على راديو روتانا وعلى راديو فن اف ام بتشرف اكيد بس في سؤال يا أسامة بأنك زميل يعني من زمان وفي بيننا عشرة عمر بس بدي أسألك آه. في سؤال دائما بسأله لكل ضيوفنا أوكي أنت كيف عرفت رجائي وليش عرفت رجائي أصلا أنا متأكد من ثلاثة أرباع سألتهم راح يقول لك ما بعرف كيف عرفت رجائي <تصفيق> 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 اللي بقولي صدفة واللي لي ما بعرف <applause> لا يعني شوفي أحكي لك شغلة ما بتذكرش بس يعني بتذكر التقينا مره مرتين وبعدين صرنا اصحاب وسافرنا مع بعض سفره يا رب تنعاد يعني يارب يا رب تنعاد أه بس يعني مش دائما كثير بشوف رجائي بس صدقا مش مجامله من الشخصيات الفخمه جدا ممكن تلتقي فيها بس صراحه مش متذكر كيف تعرفت على رجائي يمكن سوشيال ميديا رجائي يمكن كان في مره ايام زمان اوكي انت ومحمد رافع تلاقينا صح 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 تذكرت ايوه تلاقينا وقتها كان اول مره بنلتقي اصلا صحيح 100% طب هلا الهواء والبث كلاتنا بنعرف انه بيجي مع مواقف طريفه ممكن صحيح. تصير يعني تحصل مع اي حدا ومع اي وقت صحيح. يعني بدي منك تحكي لنا هيك عن موقف من هالمواقف اللي صارت معك بما انك مميز هالقد بضحكتك يعني ب... والله في ناس بيحبوهاش مش عارف يعني بعرفش احكي عن حالي مميز فيها ولا مش مميز <applause> بس والله مش عارف اغيرها هيك يعني يعني واحد ما بيقدر ينكر يمكن هي سببت جزء كبير من من نجاحي او من من انه الناس عرفتني بحب مش كلمه انشهرت او اني مشهور انه الناس عرفتني وصار في اني إلي ناس تتابعني وكذا جزء كبير منه الضحكة موقف يعني على الهواء كثير بصير في مواقف مره واحد رن علي تليفون على الهواء كيفك يعطيك العافيه اهلا وسهلا تفضل شو عم تحكي شو عم تشارك بموضوع بقول ولا ليش بس انت اللي زيك لازم يروح يبيع علكه على الاشاره فالدي جي اللي قبالي قطع الخط قلت له لا 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 تقطع الخط خليه خليه اعطيني اياه قلت اعطيني اياه هيك على الهواء فبقول له طب حلو بتعرف اشاره نروح نبيع عليها وياك شغال منيح فانه ما آه اعرف آه <applause> شو تجاوب بقول له بكل بساطه صديقي في عندنا بالاردن 23 اذاعه تقدر انت تسمع اللي انت بدك اياه ويبني هاي خيارات الاشي زي المجله او زي الجريده الصفحه اللي ما بتعجبك تقلب عنها فعادي الاذاعه والانسان حدا ما بيعجبك يعني بتقلب عنه ومش عارف كانه نهفنا كذا صار يضحك وحلف مليون يمين يعزمني عنده عداوة ما هي ما ما في محبة بقول لك من بعد عداوة اه من بعد عداوة فهي العداوة السريعة والمحبة السريعة سبحان الله 100% يعني. بس يعني ما شاء الله عليك قدرت إنك تسيطر على الموقف طبعا طبعا شغل. أسامة احنا لسه هلا مبلشين ببداية لقائنا معك بس رح نطلع بالفاصل بشكل سريع يل. جدا مع متابعينا ورح نرجع لكم مباشرة يل. على الهواء هكي. اهلا وسهلا اعزائنا المستمعين اعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم مع ضيفنا لليوم اسامه الجيتاوي وبدي اسالك بحكم انك اعلامي مميز يعني كم حجم المنافسه اللي بتواجهها مع شعب كله اعلاميين ومراسلين وصحفيين واحكي لنا عن صعوبه نشر المعلومه الصحيحه في وقت تنتشر فيه المعلومه المغلوطه كيف السؤال يعني خلص سؤال قوي شوف عشان السؤال طول راح اقسمه قسمين خلينا نحكي شوي بس بشق موضوع الاعلامي ماشي. من يستحق كلمه الاعلامي يعني بمعنى اخر زي بكون في فنان هسه كل, كل حدا آه اعلامي يعني بس خلينا نحكي مين بيستحق هاي الكلمه يعني انا مثلا بح بس مش حالي اعلامي هلا الناس تسميني هي حره بس انا مش شايف حالي لسه استحق كلمه اعلامي يعني بمعنى اخر آه الفنانين الصف الاول بنقدر نحكي عنهم نجوم بس في ناس موهوبين وحلوين بتقدرش تحكي عنه النجم او الفنان الكبير او كذا انا انا هي وجهه نظري الاعلامي بقيسها على نفس هذا السكيل انه انت لازم تكون عندك سنوات خبرة طويلة واشتغلت في الصحافة المقروءة والصحافة المرئية واشتغلت بالتلفزيون واشتغلت في الراديو ومر عليك عدد سنين تصير انت انسان مرجعية في الاعلام عشان تستحق انك تكون اعلامي، في مرة حضرت مقابلة لأحد الاعلاميين والله نسيت هو اعلامي قدير كبير نسيت شو اسمه آه والله نسيت شو اسمه بس سألوا انه او عرف عليه قال له الاعلامي كذا قال له لا لسه انا بتعلم انا مش اعلامي، انا لا استحق هاي الكلمة هلا ممكن انا صحفي لاني دار الصحف واعلام مذيع لاني بشتغل مذيع بالراديو فممكن هيك اعلامي بحسش حالي انه لسه استحق انه انا اخذ كلمه اعلامي هذا هذا شعوري الشخصي تمام آه مين بتحس انه انت بتتنافس مع الناس بحس رجائي الجمهور لا هي هي مش آه منافسه يعني احنا اليوم في زمن في فاهم عليك يعني انت فاهم الحفله آه فاهم آه عليك اي واحد بطول موبايله بدل ما يفزع بطوشه بيصورها صحفي واعلامي والى اخره آه آه ما هي كمان بالنهايه الناس المفروض انها تكون ذكيه وتعرف مين التابع بالنهايه خيار المتابعه لما اجي اتابع انا انسان آه عنده معلومات انسان عامل بالصحافه والاعلام انسان يكون مرجعيه انا بتحمل مسؤوليه اني اتابعه وبتحمل مسؤوليه اني برضه كمان اتابع شخص آه هاوي شخص انه في ناس بتخرج صحافه إعلام بحط على الفيسبوك تبعه الاعلامي فلان الفلاني وبكون امه وابوه حارس العماره اللي بعرفه طب واحد الله يعني بدنا نروق شوي شوي خلي الاشياء بستب فش حدا زعلان يصير اعلامي يصير كبير م. بالعكس كل ما الواحد يكبر اكثر كل ما يكون في ناس كل ما المنافسه بتزيد والامور هاي أه بدي احكي شغله بالنسبه للناس اللي بيحبوا السبق الصحفي وفي صحفيين بيحبوا السبق الصحفي بيدوروا ورا السبق الصحفي بيسالوش اذا هذا الخبر صحيح او لا في جمله بالبي بي سي ونعرف احنا البي بي سي مرجعيه في الاعلام قويه وكبيره جدا يعني ما حد ما حدش بيقدر يحكي على البي بي مية سي 100% في لا في شيء اول ما تفوت على على مكتبهم في بريطانيا بمعناه ترجمته بالعربي ليس المهم ان تكون الاسرع بل المهم ان تكون الادق اي نعم هون الفكره مش مهم تجيب السكوب مش مهم طبعا هذا الحكي احنا ما فيش عندنا منه لا فيش ليس منه. المهم ان تكون الدقيق وليس المهم ان المهم تكون المهم تجيب السريق. لايكات المهم اعمل اي شيء شغلنا طبعا ]نا. المهم تجيب لايكات هاي المشكله اللي بنعاني منها احنا هلا عشان هيك اسامه يعني انا اذا بدي ارجع فيك هيك لورا تقريبا 100 سنه يعني السنه الاخيره تقريبا عم نيجي بنحكي انه كان في دائما اشاعات يعني من صحيح اقدم طبعاً الازمنه طبعا ولكن خلال ال سنه الاخيره يعني وصلنا لمرحله انه تطور البشر طبعاً لو وصلنا اه لعصر التكنولوجيا هلأ فعليا فانت اليوم شو بتحس كاسامه الجيتاوي الفرق بين الاشاعه قبل الانترنت والاشاعه في ايامنا هاي يعني هي هي السرعه يعني زي ما حكيت التكنولوجيا اختصرت لنا السرعه يعني بالنهايه لو نيجي كلنا هلا نرجع تلفوناتنا على 3G ما راح نعرف نقدر نتحمل تلفوننا دقيقه خلص تعودنا على الفورجي مع انه يمكن الفورجي عمره في الاردن ما ما تعدى الخمس ست سنين كيف كنا اصلا شغالين على 3 جي ونحضر فيديوز ونعمل شير ونعمل اشياء فهذا اللي عم بحكي انه احنا مخنا متعود على السرعه كل ما صار في سرعه بالانترنت كل ما صار في سرعه بنقل المعلومه م. كل ما صار في كل ما مواقع التواصل الاجتماعي اخذت صدى اتوقع بال2012 و2013 مواقع التواصل الاجتماعي ما كانت قويه زي ما هي قويه حاليا بال2019 20 21 وكلنا شفنا الاشاعات اللي كانت تطلع بكورونا والناس كانت دائما تكتب انت خبر حتى الناس بطلت توثق بالمواقع الاخباريه اكتب انا الخبر اكون انا جايب خبر ومتاكد منه بالنهايه انا صحفي ومرات كنت اجيب اخبار انه قبل ما ينشروها او قبل ما ينحكى عنها هلا مو اوكي انا بحب السبق الصحفي بس لما احط الخبر عندي بنشره وانا متاكد انه صح 100% بتتحمل مسؤوليته اكثر من 60% من الناس يعني كانوا يكتبوا لي شو مصدرك مره واحد كتبت له رجائي قواس <applause> يعني شو مصدرك دو رجائي قواس شو مين مصدري يعني <applause> انا يعني انا وين بشتغل اذا بشتغل كشهير يعني, يعني احترامي لكل الاعمال اكيد بس انا شو بشتغل يعني بليتني بلوي يعني آه وانا مش عارف رجائي قواس يعني هيك بالضبط سيدي كثر الله خيرك ان شاء الله بس بدك اياها يسعدك ان شاء الله بس ياها اياها بس فبس يعني هي الفكره انه صار الانتشار اسرع صار أي حدا بصور فيديو أي حدا بيحكي كلمة والناس عندنا عاطفيين بتقدر تستغل عاطفة الناس بكل بساطة تعمل هلأ أنا ممكن أنشر أي إشاعة خلي الأردن كلها تحكي فيها بنص ساعة وبتعرف إيش كمان ممكن هلأ أنت أعطيتني هيك فكرة يعني بتخيل أيام كورونا الملل اللي وصلنا له صح. والتوتر اللي إحنا عشنا طبعًا. فيه والله رجائي كان زي ما هو بيقول طبعًا. السرعة يعني كان الخبر لما ينزل عند أي حدا تلاقيه انتشر لأنه الناس قاعدة بس في مواقع تواصل اجتماعي وبتشير وبت طبعا أه بس يعني مع إضافة صغيرة أنا ما كنت شاير <applause> لاني مش متاكد من ولا شيء ربنا الله متأكد. نعم. بجوز مره واحده <applause> شيرت عام الناس اللي يمكن ما إلها مصادرها او اللي بتتابع بس لا تشير كبسه الشير امسك ايدك عنها كبسه الشير يعني هاي كبسه الشير امسك ايدك عنها, عنها. لما تشوف الناس مش كل الناس مشيرته لما تلاقي مواقع محترمه مشيرته معناها انه هذا المؤ... انا بس يعني هذا بحكي لنفسي ماليش في العالم انا صح. عشان أقول لك انت مثالي ولا لا مثالي ولا شيء بس انا بديش اتحمل خطيه كلمه انا ما مش طبعا بتأكد انت انسان منه متابع هي هاي بالنهايه كمان مسؤوليه انت لما تحكي كلمه مسؤوليه لما تحكي خبر مسؤوليه يعني هلا مثلا خلال كورونا كان في تدفق للمعلومات بشكل رهيب يوميا كان يوصلني فوق ال 50 60 مسج هذا الخبر صح هذا الخبر صح وكمان من جزء من شغلي لما بني ادم بعت لك انه هذا الخبر صح معناته واثق فيك فمرات انا كنت في اخبار من من العجله انا وقعت نفسي بهاي العجله يطلع الخبر مش صحيح طيب إيه. هلا خليني اسالك سؤال يعني بتحس انه احنا بشكل اسبوعي بمر علينا اشاعات يمين وشمال طبعا آه يعني حتى في شغلات آه مستحيل تخليك تفكر شو اكثر اشاعه سمعتها وضحكت عليها الاشاعات اللي طلعت حوالين الفاكسين اللي هو لقاح كورونا هذا اكثر شيء تعبني انا وتعب كثير ناس يشرحوا انه لقاح امن على الناس معها حق لانه الناس برضو كمان صار بالنسبه لها امور مفتوحه صارت تعرف منك المعلومه من هون ومن هون ومن هون بس الناس المشكله كمان فيها للاسف للاسف مش بس بالاردن انا بحكي بالاردن الناس بشكل عام عندها النزعة للايمان بنظريه المؤامره ما بعرف ليه كلنا بنحس من, من داخلنا بنحس انه في حدا عم بتامر علينا تامر علينا مين احنا في الاردن ما هو ما في يعني ثقه تامر علينا مين احنا العالم العربي طب يتأمر علينا احنا المؤامره مستهدفين احنا فيها احنا شو نشكل اصلا على الخريطه بشكل عام كلياتنا مش ما بستقلش فينا أكبر بس اكبر, أكبر سدر سلطه مثلا اكبر صحن فول اكبر كذا مين بده يتامر عليك هي إيه قال الشريحه الشريحه وبتجسسوا عليك بتجسسوا علي انا ليه يعني انا انا او رجائي قواسم بتجسسوا علي صح قسما بالله يعني بيحطوه يتجسس على رجاء قواس راح يمرض نفسيا <تصفيق> 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 والله بقول لك ماذا يفعل هذا ماذا آه يفعل انه ايش في انه في حدا غلط صاير مع اشياء كثير لا خلص انا بدي اراقبه يعني الله يخليك حبيبي الله عجبتني الثقه ب اه اه عجبتني عجبتني اه, آه, آه لا واضحه آه؟ المحبه والله طبعا طبعا هلا التحذير من الاشاعات يعني بشكل عام بيجي يمكن من التحذير زي ما انت حكيت قبل شوي وتفضلت انه المؤامرات واجندات يعني محبوكه ومنظمه صحيح هل برايك الاشاعه ممكن يكون في وراها فعليا مؤامره واجنده عشان تقدر توصل الفكره طبعا ببعض هي الاحيان هي دائما هيك طبعاً الاشاعه مش دائما ببعض م. الاحيان اه ببعض الاحيان بعض الدول بعض الاجهزه الامنيه بعض الكذا ممكن انها تحاول انها تطلع اشاعه عشان تجس نبض في دراسه ماده بالصحافه والاعلام اسمها الدعايه م. في فرق طبعا بين الدعايه وبين الاعلان الاعلان عم نحكي عن شيء تجاري الدعايه اللي استخدمت في الحروب هتلر استخدم الدعايه والاشاعات يعني في ماده انا بنصح اي حدا يقرا عن الدعايه مثلا دعايه كيف هتلر استخدم الدعايه في الحرب العالميه الاولى والثانيه والاخره كيف كان يطلع اشاعات كيف كان طلع اكثر من 25 اشاعه ومنهم اشاعات اربكت الجيوش الجيوش اعدائهم يعني فالدعايه موجوده نعم في ناس لحد الان تستخدم مفهوم الدعايه انه انا بطلع دعايه او بطلع شغله تتداولها الناس الهيهم عن موضوع معين الهيهم عن كذا هلا في شغلات بتطلع اشاعات بتيجي بصالح بعض الناس تطلع الاشاعه انه خلص يلا والله طلعت اجت بصالحنا بس اكيد مش كل مش كل الاشاعات مية مش كل يعني هاليومين بيحكوا لك في منخفض ثلجي يعني يعني هاي الاشاعه اللي بتطلع دائما انه منخفض ثلجي لم ياتي من ألف سنه على الاردن او من 500 سنه والناس هسه بتشير طب يا اخوان ما انتم شفتوا الشتاء الماضي واللي قبله واللي قبله انه اعملوا شير لاشي جديد يعني احكي لكم انا شو صار معي قبل يومين شتت كثير وكانوا بيقولوا رح يبلشوا المنخفضات من يوم الثلاثاء فكنت طالعه برا البيت وفعلا طلعت لقيتها كابسه يعني أول جملة سمعتها من مجموعة كنا قاعدين عم نتعشى مع بعض، يلا صدق وزبطت معاهم، يعني طبعًا. زي ما أنت حكيت الإشاعة بلشت تخلينا ما نصدق طبعا ما نصدقش واحنا برضو كمان على على بس خليني شوي أحكي على موضوع الطقس كمان عشان اللي عم بيتابعونا شوي توصلهم الصورة، هو اسمه علم تنبؤات جوية، طالما اسمه علم تنبؤات يعني قائم على التنبؤات والتنبؤات تحتمل الخطأ والصح تسمح لي؟ اه ما مر عليك هذول اللي على السوشيال ميديا بيقول لك العلم بيقول لك كل العلوم قابله للضحض <applause> مر عليك <applause> اه طبعا مرت علي هاي هذا والله هو مش فاهم مش فاح مش حافظ غير هاي الجمله طب يعني ما هو حرفية. علم ما هو ماشي قابل آه. للضحض بس هو علم يعني طبعًا. علم وحاليا ما انضغط يعني لما يضغطوا علم ثاني بينضغط بس مش, العلم مش مش حضرتك العلم وصلنا لهالتكنولوجيا التكنولوجيا العلم وصلنا للانترنت العلم وصلنا لاشياء كثير بحياتنا وصلنا للدواء وصلنا للطب يعني ماشي قابل انه يطحط يعني يو 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 بس يو ما هو العلم آه. انا برضو بديش اتفلسف لا بس العلم بدك علم تاني يلغيه شكرا العلم طالما العلم الآ... بالعلم طالما يكبر. الان فيش علم تاني يثبت انه هذا غلط فالعلم صح. الان تمام هذا هو اللي بنقدر نمشي عليه ونمشي حالنا انا فيه. معك مليون في المية بهذا الشيء فانا حبيت احكي المعلومة هاي لانه اللي بكتبوا تعليقات مرات انه بتحسوا بصراحة بصرف ماله <applause> <applause> هو احكي لك شغلة السوشيال ميديا فتحت لكل الناس تعبر للجاهل يعبر م. لعديم الثقافة يعبر للي عنده أشياء نفسية يعبر آه. هاي هاي المشكلة إنه أنت كمان إلها فوائد كثير خرافية بس بالنهاية برضه كمان بدك تتحمل في كثير ناس عم بتعبر مش بقول لك هاي اللي طلعت الاختراع اللي اخترع الكلاشينكوف الآن تساوى القوي والضعيف آه. والف والفيسبوك والسوشيال ميديا ساوت ما بين الجاهل وما بين اللي عنده آه علم وللأسف المحتوى الجاهل اللي عم اللي عم بيكون على السطح حاليا عم بيكون ميدي. موجود اللي عم يصدر للناس واضح انه كمان الذائقه العامه للناس تدنت صار صار يعجبها المحتوى السخيف صار يعجبها المحتوى اللي فيه بس تسليه اللي بس انا اشوف واحد بضرب صاحبه كف آه وبعد شهرين بجيب مليون فلور على الانستغرام مثلا يعني فهذا آه. اللي عم نحكي فيه احنا بحاله ضياع ومش بس بالاردن بكل العالم هذا اللي عم بصير اه, آه بس عجبني تشبيهك آه عجبني تشبيهك لكلاشينكوف والاعلام انه الان تساوى الجاهل مع الابصر ايش بغض النظر يعني <applause> <مع الأبصر ايش. تصفيق> <applause> لا والله انا <applause> عجبتني عجبتني جدا عجبتني جدا اسمع انا انا من الناس المؤمنين انه كل حدا لازم ياخذ فرصته في اي مكان أكيد. في الدنيا فكثير بيسالوني انه طلع فلان وطلع ما يطلع ما يطلع يعني بالعكس انا انا بفضل انه الناس تطلع بالعكس انا ب يعني مبسوط انه صار في منصات ممكن تعطي مساحه شوف. للناس بس ميم. انا مرات يعني ليه مثلا اوكي انا مش عاجبني فلان هذا اسمه راي شخصي أنا مهما كان عاجبني أو مش عاجبني ما راح أتدخل في إنه يكمل أو ما يكمل بس أحكي لك شغلة رجائي لما هذا الحكي يكون مؤثر على أبنائك وتربيتهم ويصيروا هدول الناس قدوات لازم المجتمع يتدخل عشان نكون في الصورة مع احترامي للجميع لأنه أنا دائما بحكي إنه أنت بتطلع مثلا على الكاميرا على السوشيال ميديا عم بتدخن كم طفل ممكن يتعلم الدخان منك؟ هون بتبطل حريتك الشخصيه بصير اعمل مداخله آه. هلا انت اللي بتحكي 100% يعني انا بدي احكي كأم انا بصدق طبعًا هذا الحكي 100% بس هل انت برايك انه احنا بنقدر بعد انفتاحنا على الغرب وعلى اليوتيوب نسيطر على العالم طبعا بالقوانين قبل تقريبا اربع خمس ايام يا الصين يا اليابان اصدرت قانون لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي صح هيك التعبير حلو. ممنوع يصوروا بيوتهم ومقنياتهم الثمينه وسياراتهم مراعاة لشعور الاخرين تمام هلا فيما يتعلق في المؤثرين انا مش عم بحكي عن هذا الجانب انا بحكي عن الجانب انت حكيت انه مثلا اذا طفل شاف حدا بيدخن طيب ما هو انت مثلا لما بتصنع فيلم ولا بتصنع مسلسل طب ما انت بدك تفرجي القصه الحقيقيه انا صراحه اخالفك الراي في هذا الجانب ما في الخلاف لا يفسد بالود قضيه لا لا هو هو مش ود وكذا <applause> يعني انت في النهايه انت مسؤول عن انك تفرجي صوره كامله عن الحقيقه صحيح. وهذا نوع من انواع الحقيقه انك انت مش خايف وتفرجي الحقيقه كامله انا مش فاهم مرات هسا انسى طرحك انت طرح صح. طرح مختلف بس مرات انا بحس انه احنا عندنا خوف من مواجهة الحقيقة انه لا هذا لا يحصل عندنا لا يحصل لا يحصل عندنا. أوكي ما حصل بس مش عندك عززو. ما حصل مم. عندك ربما هو بحصل عند جارك عند طبعًا. جارك الثالث احنا طبعًا. مجتمع وكبار احنا في طبعًا. فينا عشرة مليون والثقافات متعددة والاشياء متعددة انت ليه مفكر انه انت اللي عايشه هو فعليا اللي الكل لازم عايشين. الكل عايشه صح في نسخ كثير من الحياه صح. وفي حالات كثير وفي احتمالات كثير بس كتير. شوف احكي لك انا انا عندي عندي وجهه نظر بهذا الموضوع انه الانسان يمكن لما يحضر فيلم بفهم انه فيلم وممثل عشان يوصل رساله بس لما يكون في قدامه انسان حقيقي والله يا استاذ انا ما صارش معي هيك لا يعني تعمل مقطع هالقد عن شيء توعوي <applause> اعوذ بالله ما الذي يفعله شو اللي بنعمله؟ شو اللي بنعمله؟ اسمه تمثيل وانت عارف انه تمثيل والكوكب عارف انه تمثيل وكلنا بنقول لك احنا بنمثل شوف بس بالنهايه احنا لازم نوصل لقناعه بغض النظر رأيك ما اتفقت ما مع رأيي أن أي حدا عنده عدد كبير من المتابعين سواء بمجال الإعلام او بالسوشيال ميديا او بالكوميديا او كذا برضه بده يكون عنده بس فكره انه انا عندي مسؤوليه قدام المجتمع اللي انا موجود فيه هاي بس صراحه انا بس نرجع جدا معجبه باللي عم تحكيه اسامه عن جد بس بس نرجع, بس نرجع بالضبط <applause> يعني انا <applause> بدي ارجع صراحه <applause> للاسف اني اطلع يعني مع كل متابعينا مع ضيفنا اكيد اسامه الجيتاوي بس ولكن بدي اذكركم انه اكيد بتتواصلوا معنا على الساعه 8 رح نبلش نفتح الخطوط ونستقبل كل مكالماتكم عشان تقدروا تشاركونا بإشاعة غريبه انتم سمعتوها او صار في معاكم اي موقع يعني ما كان حدا متحقق من هذا الخبر وانفلمتوا فيه رح نطلع بالفاصل وبنرجع لكم نرحب فيكم اعزائنا مشاهدينا على روتانا وفن الاذاعات وعلى عمان تي مشاهدينا بمناسبه حديثنا عن الاشاعات وعن الناس اللي بوكلوا حالهم كاعلاميين انا واسامه اتفقنا نلعب لعبه صغيره انا راح احكي له عن اشاعه سمعتها عنه وهو بدوره راح يوضح لنا اياها وبعدين بده يحكي لي اشاعه سمعها عني واوضح له اياها محضرين وانا محضرهم كاتبهم بتحب ابلش انا ولا تبلش انت والله مش عارف بتحب ابلش انا آه بعرفش انت شو بتحب ما هي مش عزيمه يا رجل طب خلص يلا روح انا بدي انا بدي ابلش <applause> طيب سمعت يا <applause> سيدي العزيز انك ما بترد غير على اتصالات الجنس اللطيف في برنامجك هو برنامجي انا من ثلاث اربع سنين يعني ما فيش عليه اتصالات هي اول اشي مشان ان إشاعة غلط بس هي الاشاعة الاصح انك انت بترد بس على كومنتات البنات عندك على السوشيال ميديا طيب بترد بس على كومنتات الجنس اللطيف عندك انا يعني برد على الكومنت اذا في حدا بسب علي <سؤال> او اذا في حدا بناقشني وبس يعني الكل بيعرف بس مش عارف منين طلعت هاي الاشاعه شكله مره عامل لايك لا اللي سمعناه بنحكي لك اياه يعني ما انا يعني ما... انا دوري ارد والله يا اخوي رجائي يعني والمؤاخذه يعني انت يعني احنا بنعرف بعض يعني وحكوا هيك راح اصدق يعني يعني, يعني بالضبط بالعكس انا راح انبسط لك والله <سؤال> حبيبي الله يسعدك يعني انا راح افرح لك والله راح اكون فخور فيك طيب يا. انا صراحه سمعت اها يا ساتر من اول طلعتك اها انه لما انت طلعت لانك انت نقدر نحكي عنك تقريبا اول شخص عمل فكره الستاند اب كوميدي في الاردن وطلعت للوطن العربي من اوائل الناس اللي عملوها بالوطن العربي كان وراك اجنده خارجيه دفعتك وشجعتك انك تعمل زي هيك عشان تخرب اخلاق المجتمع الاردني سامعين <تصفيق> 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 شو رايك والله <applause> <applause> يعني يعني بالله سؤال سؤال لو مثلا عن جد وراي اجنده راح اعترف هذا اول طبعا لا هذا اول شيء ثاني شيء لو وراي أ... يعني ما بعرف صراحه بس كثير بضحك جد هو بضحك يعني, يعني مش انا بدي افهم طيب من كل انت الاشياء اللي عملتهم اه اللي بدهم اياك جماعه الاجنده الخارجيه شو بدهم اياك توصل؟ ما انت ضحكتنا وبعدين يعني شو صار؟ آه. تعرف انه سؤال حلو والله انه عن جد اه مثلا اوكي لو في اجنده ايش بدهم يعني ما انتم شايفين كل يعني تعالوا احنا مثلا نرجع يعني. لفيديوهات رجائي الى مكان يسوي ستاند اب كوميدي بالسنين اللي مضت اول طلعته مثلاً. اول ما طلعت عليها الاشاعه مم. بفرطهم فيديو فيديو نفسي الاقي شغله الاجنده الخارجيه فيها وصل القصه مثلا شو والله والله ما ما بعرف انا بس بعلق عند هاي بضحك والله آه بضحك. جد شو بدك يعني اه شو بدك يعني انا والله كثير بضحك طيب اسمع هاي آه. سمعت انك بترد على الناس باهانات بالسوشيال ميديا اللي بهيني برد عليه باهانه نعم انا ما عندي مشكله هي مش اشاعه شيء حقيقي انا ما برد على الناس باهانه انا ب... انا من الناس اللي دائما بيقولوا لي اللي حوالي ما ترد على الناس فكك من الكومنتات السلبيه كذا ما عندي مشكله بالكومنتات السلبيه ما عندي مشكله بالنقد ولكن اللي بهيني شخصيا برد عليه بنفس طريقته طيب اعطيك عن قناعه شخصيه عندي م. إذا حابب تعزز الإيجابي عندك رد على الإيجابة بس ما ترد على السلبي السلبي بيعمل هيك هذا وجهة نظري الشخصي السلبي بيعمل هيك هو داير على شيء معين بوجهه نظره افضل اشي اللي زي هيك خليه يموت لحاله بس لحلو. انا بحبش اعزز فكره انه انت شخصيه عامه بدك تتحمل الاهانه الشخصيه لا اشطبها ما تتحملهاش اشطبها ما تتحملهاش انا هيك وجهه هلا اخر فتره انا والله بطلت يعني صرت خلص اي حدا بلوك وريموف وكذا هلا حدا بيقول لي والله انا مقتنعش فيك انا ما بحبك هذا انا كذا هذا رايه الشخصي هذا ما فيش مشكله ما فيش انسان بيجتمعوا عليه كل الناس ما في يعني فيه. ما في ابدا بالعكس 50 60% بحبوك في 40% من الناس ما بحبوك هذا طبيعي إيه نسبه طبيعيه جدا انت بتعرف انه انا مثلا بخاف كثير لما مثلا إيه كل حدا يحكي عن إشي انا عامله كثير حلو بخاف لانه بتصير انت طب طب في مساحه للخطا عند كل البشر يعني عادي صح. عادي انا نفسي وانا بعمل الاشي عامله وانا قارئه بحكي يا رب يكون حلو يعني مجتهد فيه قدر الامكان هسه ما بعرف يعني بصير في نوع من ال نحن مجتمعات يا سيدي طالما انت كويس 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 بي بي يعني بجوش بطرفك آه غلطه غلطة, غلطه, كانك عملت يعني شيء عظيم هاي مشكلتنا والعياذ بالله والعياذ بالله <applause> تفضل سيدي انا تفضل عندي اه, آه. طيب هاي واحد من الشغلات اللي سمعتها عن رجاء قواس انه مفكر حاله راسل ال... راسل بيترز الاردن فكر حاله أهم كوميدي في الأردن وجفص بالتفاعل بالتفاعل مع الناس أو بالتعامل مع الناس أه. واللي بلتقي برجائي بقول عنه يا الله شو شايف حاله هيك ردة الفعل أه. شو بترد على هاي القصة شوف انا راح ارد عليك انت لانك صديقي، يعني م. انا هذا لو الكلام اجاني من اي بني ادم تاني وبنلعب لعبه يعني احنا انا لا. مش شايف حالي بموضع اتهام اصلا عشان ارد، لكن لا يعني مش شايف هذا الإشي تهمه لا 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 طبعا لا. يعني انت مثلا لو لو حد تاني سالني اياه مش حجاوبه لانه مش يعني ليش ليش بس انا صاحبك فمضطر تجاوب مضطر إيه إيه فكرة انه بتعامل مع الناس بجفاصة وكذا، أول شيء جل من لا يسهو جل ما ممكن، يعني ممكن أكون أنا في الشارع مش دائما بني آدم رايق أصلاً طبعاً إيه بحكي تليفون مزنوق بشغلة كذا و... وأنت اللي قدامك في الغالب ما بيعطيك عذر صح فاتعودت أنا صراحة لأنه أنا عندي وقت محدود ومساحات محدودة أن أنهي الحوارات أنا بطريقتي وأكمل في طريقي لأنه أنا صراحة عندي حياة وبدي أمشيها يعني صح فاللي بده يتقبل يتقبل، اللي ما بده يتقبل حلو مشكلته صراحة حلو هاي النقطة الأولى فاللي بده يشوفني جفص يشوفني واللي بده يحبني بحبني لو عملت ايش ما عملت صحيح واللي بده يكرهني بيكرهني يا جماعة بالنسبة لراسل بيترز وانه انا أهم من راسل بيترز بوجهة نظر نفسي أنا أهم من أي حدا تاني بوجهة نظر حالك اه ممتاز يعني بالله شو هذا التقدير للذات ولا السيلف استيم إذا أنا طلعت قلت لك فلان أهم مني آه بس عشان الواقعية هو نجم عالمي طبعا <applause> تمام يعني مش راح انكر وإحنا مش مسكين يعني مش والله في الاردن مساكين يا اخوي والله العظيم مساكين مش راح أه اكون عندي عقده آه الانكار بس بوجهه نظر نفسي عندي تقدير لذاتي اكثر من من اي انسان تاني يعني صراحه وانت يعني. وانت كمان وصلت لـ لـ لمرحله بالشهره وبالكوميديا مهمه مش عشان هو موجود قدامي بس انت وصلت انك تكون انت الاهم يعني وحتى اتهموا العديد من الناس منهم بيقلدوا رجاء قواس <applause> فهذا بحد ذاته نجاح سيد العزيز والله ما تعيطش <applause> بس <أنا سكت تصفيق> لا 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 <applause> انا ما بيهمني انا ما <applause> بيهمني اكون الاهم ما بيهمني اكون صحيح. ال... انا بيهمني شغله واحده بس مش طموح يعني تمام انا بيهمني انه انا بيني وبين نفسي في اكم نقاط يعني انا مثلا انا بقول لك في في شوز عملتها انا بعرف انا بعرف وانا على المسرح انه هذا الشو حلو لظروف انا فيها لظروف العالم فيها كذا كذا في شو وانا <applause> عم بعمل فيه بعرف انه انا عم باكل هواء <applause> 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 بس مضطر تمشي الامور خلص يعني بالضبط ايه وهذا هذا هو الجزء اللي بخلي اللي فيه التحدي اللي انا بحبه بين فتره وفتره انه مثلا انت كم شو حلو وواحد ما زبطش كم شو حلو واحد مضبط. وهي اللعبه بيلعبوها كل الكوميديانز الاحترافيين صحيح العالميين موضوعهم مختلف وتجهيزاتهم مختلفه ومصاريهم مختلفه واشيائهم مختلفه وحجم الناس اللي وراهم مختلف فعشان تقارن زرافة بزرافة أعطينا نفس الإمكانيات بعدين قارننا وقل لي أنا رسل بيترز لا أعطيني مسرح إضاءته خرباني وقاطع بخرب أربع مرات في الساعة وانت حضرت هذا الشو معانا <applause> <applause> وبالآخر حطينا واحد يمسك هيك يمسك القاطع عشان ما ينزلش تمام بعدين تيجي تقارني أعطيني صح. نفس المساحات ونفس الإمكانيات بعدين قارننا ممتاز أصلي سيدي آه أنت يا أسامة بتغار من المؤثرين اللي عندهم متابعين كثير وتضل تحكي عنهم بغار منهم بضل احكي عنهم آه بغارش منهم بس طبعا أكيد هذا مش كلامي هذا اللي سمعناه اه اللي سمعناه من من منطلق الغيره ليه بدي اغار <applause> يعني بدي اغار لانه عنده رقم اكثر مني ولا لانه بيعمل اعلانات ولا لانه ايش يعني يعني, يعني انا بكتبوا لي انه بتغار منهم لانهم هم بيعملوا اعلانات وانت قعدت انا بتاخذنيش بالكلمه برنامجي يعني الاعلانات هي شغل مش فاهم انا برنامجي الاذاعي الان طالع على هو في سبع شركات كبيره معلنة فيه اي غير اي غيره يعني مش جد اي غيره انا عندي وجهه نظر اتجاه الاشخاص اللي انا مش مش راح تتوافق معي بس حريتك بتنتهي لما تبدا حريه الاخرين طيب لما معك. ليش تبلش بقولي. تسيطر على عقول الناس بطريقه غلط في مجتمع لازم يكون يردعك انا هيك رايي واسف ممكن كثير كيف ناس تزعل كيف يعني اسيطر على الناس بطريقه خطا او اسيطر, أسيطر انت على عقولهم تكون قدوه غلط للناس عفواً، غلط. انت, انت ك... لما بلشت انت لما بلشت كنت قاصد باي شكل من الاشكال تكون قدوة؟ لا طبعا انت يا تمارا لما بلشت لا باي لا, لا. اللي... طبعا لا لا طبعا احنا بس ولا تمام. المؤاخذة يعني الان نعمل كمذيعين بقنوات ما شاء الله محترمة في لها حدد من المتابعين من أدي دور ومن أنا ما صحية. طلبت من حد يشوفني قدوة ولا أنت طلبت ولا أنت ليه غير ما تطلب في ناس ممكن تشوفك قدوة ليش ليش يا يعني ممكن غيرة لو وصلونا لهيك اشاعه هلا ثاني اشي ما تقارنش وقتي ووقتك بضخامه السوشيال ميديا والبلاتفورمز الموجوده بوقتي وهذا الوقت اللي احنا موجودين فيه رجائي اوكي يعني في كثير ناس طلعوا وانا متاكد مليون في الميه انه ما لازم يكونوا موجودين الله يرزقهم ويوفقهم بس طالما انت عم بتاثر على المجتمع بطريقه مش كويسه لا بس انا هاي فكرتي ما انا ضدك انا بعرف انك انا وجهه <applause> نظري انه لازم يكونوا موجودين بعرف. عشان انت تعرف انه في ما بعرف انا بوجهه عشان نظري. انت تعرف مين تتابع ومين تختار ولا مين ايش شو تعرف شو؟ لا انا يعني هي مساحه مفتوحه للكل بس لازم يكون في قوانين بتنظمها ما هو هون الو الوضع بصير غابي انا انا هون انا هون برضه ضدك لا يصير في غابة المفروض المفروض انه لا يعني اذا حطينا في قوانين هون بصير في تدخل وبصير في حدد للحريات وكذا بحكيش على, بحكيش على بحكيش على الكونتنت كريترز بحكيش على صناع المحتوى حط لي صناع المحتوى، تصنع محتواك إذا في عندك محتوى بدك توصله للناس على عيني وراسي، أنا بحكي عن الناس اللي ما عندهم المحتوى، الناس اللي تصحى الصبح هيني صحيت، هيني أفطرت، هيني أكلت، جبت الفستان من المحل الفلاني، كل حدا حر أنا ما عنديش مشكلة ما هو يا بس عم بنصنعوا قدوات، آه عم بصيروا قدوات للمجتمع مين ما هو مين اللي مصيبة؟ مين اللي بيقرر إنه هذا محتوى محترم ولا هذا مش محترم أنت الناس يعني اللي بتقرر والناس عم تنجذب للمحتوى المش محترم بتعرف ليه؟ اللي عندهم 2 مليون 3 مليون مين هم؟ يعني والله مين والله ما عمي. بس اسامه يعني احنا عم نوصل لمرحله العالم زهقت من الاخبار وزهقت من السياسه وزهقت من الاشاعات فصار بدهم اي حدا يسلم اذا انا زهقت من كل هدول اروح اتابع المحتوى السخيف؟ في ناس هيك عشان هيك انا بوافق رايك يعني هي زي ما انت قلت مساحه مفتوحه والكل بيصير بس انت كمان في عندك فئات بلشنا اليوم احنا اعمار ولاد الصغار بلشنا من بكير يتابعوا في جيل مؤثرين. في جيل طرا حاليا له مشاهيره له مؤثرين وان صح وعند التعبير واربعة وعندهم 3 و4 مليون بالضبط وعندهم 3 و4 مليون والى اخره الله يوفق ويرزق الجميع ما عندي مشكله بس انا بحب اشوف هدول الناس عم بيعملوا شيء احسن والله العظيم في جزء كبير من هدول الناس ممكن بكل بساطه ياثر على اي شخص بطريقه مش صح ما احنا شعب بنموت في المقارنات صح ولا لا لما انت كخلي خليني خليني افشغل لي لانه انا دائما جدي تفضل تفضل يقول دائما يقول يعني خليني بس افشغل لي ماشي قبل فتره احد الاشخاص حلو طالع على احد المولات مرته زعلانه منه او هو زعلان من مرته ليه المره الماضيه طلعوا اغراض البيت ب 300 دينار او 250 دينار وهي المره طالعين ب 350 احنا شعب اكثر من 60% 70% من الناس اللي, عاي اللي عايشين هون رواتبهم تتعداش ال 350 400 دينار وأنت كمان بدك تحترم شعور الناس ما هاي اهانه لشعور الناس انا شو بدي فيك شريت اغراض بيتك ب 400 و500 هدول اللي بحكي عنهم يا رجائي الباقي الله يوفقهم اللي بصنع محتوى حتى لو كان زنخ وسخيف بيحاول مرتين ثلاثة أربعة وبتعدي أموره بس برضو كمان بدي أعرف أنه أنا في قدامي مجتمع في قدامي ناس ممكن تقارن في قدامي ناس ممكن نفسيا تتعب من هذا الإشي لأنه مش كل الناس عايشين زي ما أنت عايش هلا اسامه اكيد 100% كلامه جميل جدا للصراحه يعني بس انا بصراحه وجع راسي <applause> لا بالعكس <applause> بس ارجع بس ارجع, <applause> أرجع <أحشاب> خد راحتك <applause> احنا بدنا نروح فاصل ونرجع لك بس بدي بدي اشوفك <applause> على رواق لا انت في عندك مش مش مش, مش مرتاح مش فاصل ونرجع مع اسامه الجداوي فاضي اشغال وفاصل طبعا رجعنا لكم اكيد لكل اللي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سهره مميزه يوم الخميس اكيد مع رجائي ومعي انا وما تنسوا ضيفنا المميز طبعا اسامه الجيتاوي اهلا وسهلا فيك طبعا لكل اللي انضموا لنا هلا من جديد بدي ارجع اذكركم بانه على الساعه 8 تقريبا هلا صارت رح نفتح الاتصالات لحتى فعليا تقدروا تشاركونا باشاعه سمعتوها او بشخص اعطاكم إشاعه معينه وخلاكم انكم تصدقوها فما بعرف اليوم احنا وين راح نطلع ولا وين راح هلا انا بقول لك انا بقول لك هلا بدنا نروح لفقره النصائح بدك تعطينا نصائح نعم يلا عالنصائح نصائحنا اليوم بتفيد الاشخاص اللي بيحبوا يالفوا اشاعات الاشاعات عندنا لها انواع كثيره ومتنوعه وما لها حدود للمبالغه ولكن عشان الاشاعه تكبر وتتطور وتنتشر وتنجح في شروط معينه لازم تكون موجوده فيها برايكم شو هي العوامل اللي ممكن تنجح الاشاعه يا اسامه ويا سته مرو المايك معك سته تفضلي انا يعني انا بتخيل زي ما حكيت قبل شوي الملل انهم الناس زهقوا بشكل عام من المواضيع الرئيسيه او حتى كمان بشكل عام تململوا فببلشوا ينشروا الاشاعات تخيل هيك بحس اللعب على عواطف الناس اهم شيء ممكن ينشر الاشاعه مم. اللعب على عواطف الناس نعم او بدهم يلهونا بشيء بكون مثلا بده يصير فيه مصيبه لا سمح الله يعني هل تعتبر مثلا اذا نزلت لك صوره في سياره بام ومكتوب عليها احد اثرياء ابناء الاردن تعتبر <applause> لعب على العاطفه <applause> آه هاي قصه طويله بقدر احكي القصه آه آه قصه أرجو. طويله هذا السيل العزيز بيوم من الايام كنت مسافر على دبي في عندي شغل تمام, طبعا. فكان وقتها على الانستغرام انه انا مسافر على دبي وهيك وكذا وبتوصوا شيء ففي شباب كان عندهم هون عايشين هون كان عندهم مشروع كبر مشروعهم ما شاء الله مكاتب مم. تاجير سيارات طلعوا على دبي فتحوا مكتب تاجير سيارات فالشاب بعت لي بيقول له والله انا بتابعك وبحترمك وبحبك وحاب زيارتك بدبي اعطيك انا السياره اختار السياره اللي بدك اياها تمام فرحت انا لمبرجيني بي ام كذا الى اخره من لمبرجيني <applause> لبي ام اه كل شيء ام كل انواع السيارات بدك اياها موجوده تمام بطلع بقول انا اذا راح اقول له مثلا بدي لمبرجيني حكون وقح كيف فقلت له في سياره بي ام كشف اوكي امورها تمام موديل السنه وام 3 ومعدله والحياه سعيده تمام تمام حلو قال لي هاي معك طول ما انت موجود في دبي هاي معك قلت له اوكي تستخدمها تستخدمها المهم في لي شاب صديقي مهندس هذا الشاب اختصاصه يعمل رينوفيشنز لا يخوت لبيوت لكذا ففي هناك بدبي ميناء اسمه مينا الجداف قال لي انا عم بشتغل قاعد حاليا على رينوفيشن ليخت احد رجال الاعمال فانت عمرك شفت يخوت بحياتك قلت له لا قال لي تعال المهم رحت هذا الحكي بالليل عادي مينا وكله يخوت وإشي يعني إشي مش طبيعي يعني بقشعر بدنك تشوف كميه اليخوت المستوتة والموجوده وكذا وهذا الامير الفلاني وهذا رجل الاعمال الفلاني وصلنا هلا اليخت صافف هيك بالبحر يعني على الطرف وفي مربع انت بتوصل له السياره عشان تنزل فعجبني منظر السياره صافه وراها اليخت اها فقلت له اسمع هون صوره خرافية ما إلها حل تعال يلا المهم قعدت زي هيك الله صورني وراي اليخت نزلت على الفيسبوك عادي اموري تمام رجعت من دبي الحياه سعيده فيش اشي من مره شهر, شهر شهرين بيوم الايام نايم بصحى بطلع عندي على الفيسبوك في اكثر من 35 40 واحد عاملين لي منشن بفتح على البوست ابناء اثرياء الاردن كلهم ابناء اثرياء الاردن الا انا كيف <applause> <applause> واحد كاتب لي كومنت جد الله لا يوفقك تضحك علينا وتطلع تحكي على الحكومه وانت معك يخت وسياره بدبي قلت له روق علي وهو حد والله شوي والله انا أه طب شو قصده اللي عامل هيك ما بعرف اقسم لك كلهم حرفيا يعني بتعرف ناس منهم انه انا انا تسميع أه؟ حكي يعني مش عارف <applause> والله جد ما بعرف لحد الان كل فتره وفتره هذا البوست برجع ترند الحمد لله وصورتي ل... موجوده الحمد لله الحمد لله صيد <applause> يعني صيد غنى ولا صيد, أه أه صيد أه <applause> طيب احكي لكم من أسرع أنواع الإشاعات بالانتشار هي اللي بتتعلق بحياة المشاهير وخصوصا أخبار وفاة هدول المشاهير كم من مرة سمعنا صحيح أنه جورج والسوف اه توفى عادل إمام مات حسين فهمي وقبل كم يوم الفنان ربيع شاب الله يطول في عمره أميني. برضو جاب سيرته يا حرام صباح اللي ضلوا ينقوا عليها لحد ما ماتت لا حول ولا قوة <applause> اه بالله طيب كمان شو في عوامل ثانية لنجاح الإشاعات غير الحكي عن المشاهير والاشياء هاي استغلال الترند يعني ممكن يكون في ترند معين تيجي انت تجيب مثلا ترند خلينا نحكي قضيه راي عام سياسيه او الى اخره تروح تجيب فيديو قديم حلو وقريب للموضوع هذا شفت الفيديو اللي عملناه في بدايه الحلقه آه آه خلينا رؤساء العالم يحكوا 100% بتنزل هذا الفيديو وبتدخل خمسة 25 واحد بتحسبن ساعة زمن بتلاقي في 2000 واحد الله لا يوفقكوا لا الامهات كلهم اذا انشمط آه. عليه خلص بيطلع الامن <applause> العام بنفي بقول هذا الفيديو قديم آه. آه نصهم بيصدقوا نص الثاني بيصدقش وبتخلص بتصير إيه. في نقاش آه. انا بقول لكم بالنسبه آه. لي ناس فاضيه اشغال الله <applause> معناها هذا <دول> لازم يكونوا <applause> بيتابعونا طيب اضافه مقطع لفيديو بيعطي الاشاعه مصداقيه طبعا يعني اي فيديو غريب ممكن ينبنى عليه إشاعة. حتى لو كان الفيديو لأسد بركب بس حط عليه شويه افكتس والحكي هذا طيب اكتب عاجل اسد طليق في المفرق يهاجم ثلاث اشخاص وياكل خروف وروح يا معلم نص مليون لايك وشيرات اعطوني كمان من مميزات الاشاعه الناجحه غير التاجز والهاشتاجز والاشياء العنوان تايتل التايتل تايتل. الاسماء اللي جوا الاشاعه اه طبعا يعني التايتل شاهد أهم قبل إشي. الحذف لا يا انت بتكون مثلا شاهد فضيحه الفنان خلص فضيحه خلص هون الكل 4 هو مليون ب... فيو 50 مليون انت فيو انت يعني هو كمان إشي فضول شو فضيحه فضيحه انت شايف وقلي؟ اخر إشي لسه هذا عنوان انت آه. شفت هلا اللي بحطوا لك صوره هيك اللي هي هلا صارت موضه آه. اي فيديو بحطوا لك صوره ثمنيل مغبشه آه. آه. ايوه بتكون ايوه بالضبط شوي مغبشه يكون وائل كفوري بمقابله وقعت ساعته انت بتضطر تحضر 25 دقيقه من الفيديو لاخر شيء توقع ساعته بقول لك هاي الفضيحه منيح انت من الناس اللي بيحضروا 25 دقيقه اه طبعا اولها بعدين خلاص قلت هاي بتخدع معلم فكنا اي شيء اكلت الف... كنت بتامل شيء وشفت شيء ثاني اه مقلب يعني مرتين اكلت المقلب بعدين يعطيك العافيه مرتين بس والله العظيم مرتين هذا ما بالك البوك المقلب كل مره معناها <applause> اختيار المصدر المناسب للموضوع مثل يقول العالم يقول الباحث يقول العلامة يقول الشيخ أثبتت الدراسات صحيح يقول الممثل العام عن هيئة مكافحة الإنسان أي حدا حتى لو مش موجود صحيح يقول أي شيء بدك إياه هي وسيلة سريعة لجعل الإشاعة مصدقة أكثر لأنه في ناس بالعموم بيصدقوا يعني بيصدقوا كل ما يقوله حضرة العالم الباحث المتكلم الشيخ على عمى وما بيحققوا بعد هالكلمة شو كمان برضو بنجح الإشاعة؟ بنجح الإشاعة... كمية الناس اللي بتتفاعل معها كمان كمان هون هون الفكرة أنا انت لما تكون لما تكون عندك الذكاء تطلع إشاعة تخلي كمية كبيرة من الناس تتفاعل معها أنت إنسان ذكي طب سؤال بس بشتغل الذكاء في التياسي طبعا شكرا <applause> لك طيب ما بتحس أسامة أنه ممكن مثلا المصدر هلأ أنا يعني في مواقع إخبارية أو مواقع فنية بحبها كتير فجأة بتشرت معها الأمور بتبلش تدخل بهذا المجال طبعًا. ما بتحس انه ممكن كمان الثقه اللي بنكون بنيناها مع هذا الموقع سنين فجاه بنلاقيه بلش يحرف طبعا لانه مشاهداته والدخول عليه بتنزل مم. لانه كان صادق في, في للاسف ناس بيكونوا ماشيين ماشيين حلو بحس انه ال ال الامور بطلت تجاوب معه بطل في دخول عنده على الموقع وبالنهايه المعلن بطلب دخول معلن انت كموقع الكتروني بيقول لك تعال عندك اوكي انا بدي احط عندك بانر مثلا شو في عندك دخول ف مثلا خبر شاهد ماذا فعل بزوجته ليله زفافهما. الله بطلع واحد قاعد انا 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 كبست اربع آه. مرات وانت بتحكي <شكتره> اه 100% <مليم المية> آه. <applause> بدي اشوف شو اللي صار. طيب اخش لكم على الموضوع اللي بعده امكانيه اختصار الاشاعه في جمله واحده بسيطه لتسهيل تناقلها شفهيا زي مثلا السمنه بدها تغلى. راح يطرحوا لحم البطريق كبديل للدجاج <applause> لية الخروف الأردني تقي من مرض كورونا يعني هاي شغلات يعني آه نقل الإشاعة شفهيا بيكون مفيد آه بين الناس آه آه مثلا زي اللي واقف قدامك على دور آه فواتير شوفير تاكسي اللي بتطلع معاه ناس من عيلتك تعرفهم معرفة سطحية وما في أي شيء تحكي معهم رش لك خمسة ستة من هدول الجمل على السريع <applause> تزبط الموضوع هل تعتقد انه يعني زي ما بسموها الورد اوف ماوث طبعا التسويق الشفهي سمعت بيقولوا بيقولوا هي مين هم سمعت انه طب من مين سمعت من فلان طب هو من مين سمع ما هي كمان هيك الفكره سمعت انهم كذا بيقول لك اسمع الوضع شو سمعت يا زلمه طب اتاكدت طب انت سمعت ال... الطريقه الجديده اللي صاروا يعملوها لا انا بوصلني كل شيء اه اه طب من مين وصلك اه ما عليك سمعنا بعرف واحد انا, أنا أي أيوة. وقت كورونا اسمع بعرف واحد داوم في الازمات التقيت ب150 شخص بعرف 150 واحد داوم في الازمات ما نفسي انا شو آه انا شفت غيرهم اه, آه برضو كمان 150 اسمع قال لي في الازمات انه ان شاء الله كمان اسبوعين في حضر اه بها يعني ما هو كمان بدك بدك تروق علينا شوي قال لي وقال لي هاي لازم يثبت لك انه هو بيعرف حدا اه انه شهر 11 لما تكون قاعد في الدار وزقان تذكرني أيوة, <تصفح> ايوه عشان تحكي صاحبك ما بيعرفش ناس ايوه بشهر 11 انا لا هين انا هين حكت لي بالحرف آه؟ شهر 11 لما تكون قاعد زقان في الدار تذكرني تذكرني انا قلت لك هاي طيب. ايوه والله بتذكر ما صار شيء والله ولا شيء سكر ولا حرفيا ما صارش ولا شيء طبعا الحمد لله الحمد لله انا بدي احكي كمان شغله مهمه برضو كمان انعدام الثقة ما بين اللي بصرح المصدر اللي انت واثق فيه وما بين الناس برضو هذا مشكلة كبيرة هذا موضوع تاني بدنا نخصص عاد. له حلقة لأنه يعني, يعني بمعنى آخر كل قلبي قلبي مرة عم بطلع بالضبط كل مرة عم بطلع إشاعة أنه في حظر بتطلع الحكومة بتنفي الإشاعة بعد خمس أيام تطلع ترجع نفس الإشاعة طب يا أخوان حكيت لكم ما في ما خلص يعني ترجع بتنتشر بس ما, ما كان لهم حركات ولا نغلق ولا نغلق ولا نغلق ما اختلفنا شو يعني, يعني ما اختلفنا بس هو كمان يعني لما ما تستخدمش كلمات قاطعه صحيح آآ آآ نحن فاتحون لحد رب ما, ما ربنا يسهل لحد ما ربنا يسهل حسب آآ الظروف آآ حسب بناء على ما يعني الحالات عدد الحالات الحالية بس ما هي هاي. اللي كانت متداوله يعني رجائي لما كانوا هلا بهي الفتره مؤخراً كانوا يجي يقولوا لك ما انتم شايفين الحالات طبعا الحكي مزبوط اه بس ما هو كمان آآ آآ انا عديتهم خلال شهرين تقريبا ثمان تصريحات للحكومه ووزاره الصحه ولجنه فيه. الاوبئه تنفي انه يكون هناك حظر واغلبهم كان بيحتوي انه هذا البروتوكول اصلا باغلب دول العالم بطل ناجح بس معلش راح نرجع له في مواقع مم. اخباريه اذكى من هيك إيه الرئيس السابق اللي شوفير لجنه الاوبئه يقول باتت الاغلاقات مهمه قريب باتت آه. الاغلاقات مهمه هاي آه. خلينا نطلع موضوع الكورونا لانه اوكي هو صار فيه اشاعات كثير بس نحكي بشكل عام عن نرجع لموضوعنا اللي هو الشعب الاعلامي لانه هو ابدعوا طبعاً, طبعا ايام الكورونا طيب بقول لك من اهم المواضيع اللي ممكن تاليف الاشاعات عنها هي اي موضوع له علاقه مباشره بالمواطن سواء انقطاع سلعه معينه ضرائب جديده ارتفاع اسعار المنتجات النفطيه او قوانين جديده فهذه المواضيع هي الاكثر استفزاز وبتخلي الناس ينزعجوا ويدعوا ويتحسبنوا على الوضع شو رايك في هذا الكلام يعني طبعا هو جزء من هذا الحكي من الاستغلال العاطفي الاستغلال الشيء اللي بمس المواطن لانه بالنهايه المواطن يعني اذا اذا بالنسبه له راح ينقطع المواد الاساسيه فبالنسبه له مشكله بده يروح يتهافت عليها بده يروح يشتريها عشان يخزنها بقول لك انا كيف راح اعيش كلمه يتهافت طبعا التهافت عندنا ملوك التهافت اسم والله كان في قصه كان في قصه آه؟ بنفعش احكيها على الهوى بس كثير ضحكتني في احد المنخفضات فتت على صيدليه فالكل شاري مثلا أدوية وكذا كذا إلا في يعني فتاة كانت شارية كثير أشياء هيك استغربت إنه مثلا بخمسة وعشرين 30 ليرة إنه طب إيش في آه, آه, آه مهم أشتري وأحط آه إنه مش لابقين هم لابقين والله بس إنه الكمية كانت <تصفيق> كثير <تصفيق> <تصفيق> كثير آه, آه, آه كبير آه من فوت نشتري أي شيء كلهم يومين <applause> مع إنه يا زلمة بالثلج المخابز كلها فاتحة ببيته يعني ببيته والدنيا ثلج وبتطلع تتمشى بتتناول لك كيس الخبز وبتروح يعني يعني آه هلأ إحنا بشكل عام عديد عم نمزح بحلقتنا لا لا بنحكي جاد لا 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 لا, 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 لا والنصائح اللي إنت يعني قدمت لنا يا هاي ممكن تساعدنا كيف إنه الواحد يعني بشكل إشاعة عشان ما يعني نقدر ناخذها لهي الإشاعة نتفرج عليها بعدين ما نخليها تخدعنا، فالناس اللي بيعملوا حالهم مراسلين أو إعلاميين وبنشروا أخبار كاذبة ما لهم أساس من الصحة، بيأذوا فقط المجتمع والبلد وبسبب إزعاج يعني ومرات صحيح. ممكن كمان يسبب مشاكل كثير على أصعدة كثير كبيرة، فبالتالي طبعاً هذا الموضوع اللي زي ما كان عم بحكي عنه أسامة إنه هذا زي اللي بينشر وباء من خلال هاي الإشاعة طبعا. بدي اتشكر صديقنا وزميلنا حبيبي. وحبيبنا اسامه الجيتاوي على كنت. هاي الحلقه فصل. المميزه الرائعه فصل. المليئه بالمعلومات اه خلينا نحكي اللطيفه هيك المصاغه بشكل اه جميل وكالعاده تمارا يعني شكرا الله يسعدك نورتينا وبعد شكرا. اذنك هسه لازم نسحب مش تطلع منى هلا للاستاذ بسم الله الرحمن الرحيم اوكي يلا <applause> اوكي. اللي ربحت معانا صفاء القاسم. ألف مبروك ألف يا صفاء. ألف مبروك يا صفاء. إن شاء الله يا رب تتهني بالجوائز والأمور تكون بالمية والحياة كلها سعيدة، ألف ألف مبروك. ألف. وأنا جد بدي أشكركم، بدي أشكر عمان تي في، أشكر فن، روتانا، هاي المؤسسات الإعلامية اللي إحنا بنفتخر فيها، وأفتخر بزمالتها أكيد، دائما بتحسوا مرات في حزازيات بين الإذاعات والتلفزيونات، أنا مش من هذول الناس، ولا أكيد مؤسستي ولا هاي المؤسسة اللي إحنا موجودين فيها. شكرا لكم شكرا رجائي وشكرا اكيد تمام بالعكس اهلا وسهلا فيك ونورت شاشتنا ونورت بالعكس. كمان هوانا اكيد 100% احنا بنتمنى دائما تواجدك معنا أكيد. أكيد. وزي ما حكى رجائي اضفت لنا اليوم بالحلقه شيء كثير كان بفتوري. حلو وبنتمنى تكون حلقتنا تكون نالت <applause> اعجابكم كثير لانه زي ما <applause> انتم شايفين بنحاول قد ما بنقدر كل سهره خميس تكون مميزه اكثر من السهره يلي قبلها رجائي وانا بنقول لكم تضلكم بالف خير وسهره ممتعه تضلوا بالف خير تصبحوا على خير جميعا We'll be right back.